بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال اتفق مع بيان المجلس الاعلى للاعلام وانا عمري ما قلت لفظ خادش للحياء وقناة الزمالك لا تحمل ترخيص ليسحب من الاساس. احنا حققنا من هذا التصريح وتبين ان تصريحات المستشار مرتضى منصور اذ وقع في خطئين. الخطأ الاول ودين مرتضى منصور باحكام نهائية باتة في وقع سب وقصف لشخصيات عامة ورياضية. تحققنا من هذا التصريح وتبين ان المستشار مرتضى منصور وقع في خطئين. الخطأ الاول هو صرح وقال انا عمري ما قلت لفظ خادش للحياء. لا، هو الحقيقة انه ادين باحكام نهائية باتة في وقائع سب وقصف شخصيات عامة ورياضية على مدار السنوات الماضية. نذكر منها على سبيل المثال سنة 2006 قضت محكمة مستأنف الدقي بتغريم مرتضى منصور 10,000 جنيه في قضية سب وقصف رئيس النادي الاهلي الاسبق حسن حمدي، وجاءت حيثيات الحكم ان مرتضى اعترف بان الصوت الوارد في التسجيلات اللي بتحمل سب وقصف في حق رئيس النادي الاهلي الاسبق هو صوته الحقيقي، وقال في اقواله انه كان في حالة غضب ولم يقصد الاساءة. وقالت المحكمة ان حكمها جاء بعد تأكدها من وجود نية الاساءة والسب والقصف. خلال الثمان سنوات الاخيرة من عام 2018 حتى 2022 أدين مرتضى منصور في 10 قضايا بتهم سب وقصف ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وألزم مرتضى منصور بدفع مبلغ 950 ألف جنيه غرامة في 10 قضايا. وأغسطس الماضي أوقفت محكمة مستأنف الاقتصادية حبس مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك 3 سنوات لكبر سنه بعد إدانته بسب وقصف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. في أغسطس سنة 2022 أدين مرتضى منصور بحكم أولي من محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بحبسه شهر في اتهامه بسب وقصف وخدش سمعة عائلة رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ان يطعن مرتضى منصور على الحكم وينتظر جلسة النقد الاولى يوم 25 فبراير الجاري. الخطأ الثاني في تصريح رئيس نادي الزمالك قال ان قناة الزمالك لا تحمل ترخيص ليسحب من الاساس. لا، قناة الزمالك مرخصة من قبل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في يناير 2020 وليست غير مرخصة كما ادعى. وقال عصام فرج الامين العام للمجلس الاعلى للاعلام وقتها في تصريحات صحفية انه جرى تقديم طلب ترخيص قناة نادي الزمالك والمجلس وافق عليه. وهدد المجلس الاعلى للاعلام في بيان رسمي القنوات الرياضية بسحب الترخيص اذا استمرت اي قناة في تجاوزاتها وبث خطاب الكراهية الذي وصفه بالسائد في الوسط الرياضي. طلب المجلس جميع القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بأن تلتزم الحيادية وتوقف الفوري عن بث الكراهية والتعصب والحقد وانتقاد الحكام والخوض في السمعة والسيرة الشخصية والذاتية وانتهاك الحرمات. جاءت تصريحات مرتضى منصور خلال مقطع مصور على قناته الشخصية على موقع يوتيوب. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.